الآن تفهم إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح التثليث بطريقة مبسطة حتى يفهم كل شخص مسلم وغير مسلم. على بركة الله. Now it seems that this whole concept of the Trinity seems to be quite a sticking point for non-Christians. Seems to be. شكل يعني يقول الرجل الآن يعتقد أن التثليث هو النقطة الصعبة أن أي واحد يقبلها عشان يتقبل المسيحية. فهو شحن الوقت بالتفصيل. لأن من الصعب عليك أن أنت تقدر تفهم موضوع التثليث وما هو التثليث. ولذلك إن كنتش فاهم التثليث تقول فهو الوقت هيشرح لها التثليث. أنا سوف أشرحها الآن. هي صعبة ولكن سوف أشرحها الآن. أنا أشرحها لك الآن عشان تقدر تفهمها وبعد كده تتنصر وتصبح مسيحي. هناك الإله وهناك يسوع وهناك الروح القدس. Now these are three separate things, but they're not, you know, but they are, but they're not. هؤلاء هم ثلاث أشخاص منفصلين عن بعض. لا مش منفصلين. لا منفصلين. لا مش منفصلين. لا منفصلين. ولكن هما مش منفصلين. بس هما منفصلين. See, but they are. Now there's God and then Jesus and the Holy Spirit. And then God, they wanted to, you know, get people out. So the Father. هناك الأب والابن والروح القدس. God, who is the Son, had Jesus. You see what I'm saying? Jesus. الله الأب له يسوع ووضع يسوع على الأرض. Okay, so God stayed in heaven and he put Jesus on earth. الإله جلس في السماء ووضع يسوع على الأرض. Now it says in John 10:30. الآن يقول في يوحنا 10:30 I and the Father are one. أنا والأب واحد. So that just shows that Jesus is God and God is Jesus and God. هذا يقول لنا أن يسوع هو الله والله هو يسوع. Put Jesus on earth, who is الله اللي في السماء وضع يسوع على الأرض. Is himself God, so therefore God stayed in heaven. And Jesus went on earth, and Jesus said. الإله في السماء أرسل يسوع على الأرض، والإله في الأرض أرسل يسوع على السماء، ويسوع في الأرض، ويسوع في السماء، والإله في الأرض، ويسوع في السماء، والاثنين في الأرض، والاثنين في السماء، الاثنين ولا هم موجودين في الأرض ولا موجودين في السماء. In heaven, and God went on earth, and God stayed in heaven, while he also went on earth as Jesus went on earth and in heaven. And they were both in heaven and earth, but they were in neither as one. يسوع في السماء، يسوع في الأرض، الإله في الأب في السماء وفي الأرض، يسوع الاثنين في الأرض والاثنين في السماء، يسوع الإله في الأرض وفي السماء، ويسوع في الأرض وفي السماء، والإله ويسوع والله في الأرض وفي السماء ويسوع والله ولا في الأرض ولا في السماء. And it goes on in John to say in John 14:28. والآن يوحنا 14:28. أنا ذاهب لأبي، أبي أعظم مني. Go unto the Father, for the Father is greater than I. You see, so the Father, who is the Son, is greater than the Son, who is the Father. All right. الأب اللي هو الابن أعظم من الأب اللي هو الابن. الابن اللي هو الأب أعظم من الابن. الأب اللي هو الابن أعظم من الابن. الابن هو الأب أعظم من الابن. والأب هو الابن أعظم من الابن. والابن أعظم من الأب. والأب أعظم من الابن. والاثنين واحد. He's God. And God is Jesus, and God is greater than Jesus. يسوع والله والله ويسوع والله أعظم من يسوع. يعني يسوع أعظم من نفسه. يعني الله أعظم من يسوع. يعني الله أعظم من الله ويسوع أعظم من نفسه. So God is greater than Jesus, and Jesus is greater than God, and God is greater than. يعني يسوع أعظم. الإله أعظم من يسوع. يسوع أعظم من الإله. يسوع هو الإله. يسوع أعظم من نفسه. يعني الإله أعظم من نفسه. Himself, and Jesus is greater than himself. يسوع أعظم من نفسه. Both greater than the Holy Ghost. وهما الاثنين الأب والابن أعظم من الروح القدس والروح القدس أقل منهم هما الاثنين. Which is less than both of them, you see. Now, then Jesus dies on the cross and he prays to God. يسوع مات على الصليب ودعا لله. Who is himself God. اللي هو نفسه الإله نفس الذات هو الإله. Who is in heaven, who is also on earth. اللي هو في السماء والأرض في نفسه. And then Jesus dies
and he descends into hell. يسوع مات وذهب إلى الجحيم. All right. Now we know from the Bible that hell is simply where God is not. ونحن نعرف بكل بساطة أن الجحيم المكان الذي لا يذهب إليه الله. So Jesus, who is God, descends into the place where God is not. يسوع هو الإله ذهب إلى المكان الذي لا يتواجد فيه الإله. He's making it no longer hell, but والآن أصبحت جهنم ليست جهنم ولكنها جهنم. لا ليست جهنم. لا هي جهنم. لا مش جهنم. لا هي جهنم. لا ما جهنم. هي جهنم. لا مش جهنم. Remained hell. You see, it was hell, but it wasn't. But it was. But it wasn't. But it was. Okay. And he stays there for 3 days. وجلس هناك 3 أيام. He ascends up and he takes the right hand, is himself the Father. وصعد إلى السماء وأخذ يمين الآب. ويسوع هو الآب وأخذ يمين نفسه. ويسوع أخذ يمين إيده وإيده أخذ إيد يمين يسوع. والآب أخذ إيد يسوع. ويسوع أخذ بيد الآب. والآب أخذ بيد نفسه. ويسوع أخذ بيد الآب. والاثنين أخذوا بيد بعض. والاثنين أخذوا بيد الروح القدس. Therefore, Jesus takes the right hand of God, and God takes the right hand of Jesus, and Jesus takes the right hand of himself, and God takes the right hand of himself, whom takes the right hand of the Holy Ghost. يسوع أخذ بإيد نفسه والآب أخذ بإيد نفسه والاثنين أخذوا إيد نفس بعضهم والاثنين أخذوا بعضهم وأخذوا بإيد الروح القدس. Which is himself, Jesus and God. Now these are both two entities, one to the right of the other. هما الاثنين نفس الشخصية، نفس الكيان، نفس الكينونة، ولكن واحد جالس على اليمين، واحد جالس على اليسار، ومع ذلك هما يسوع والآب شخصيين مختلفين، كيانين مختلفين، كينونة مختلفة. واحد على اليمين، واحد على اليسار، والاثنين كيانين مختلفين، لكن هما كيان واحد، مع انهم كيانين مختلفين، لكن كيان واحد، ومع ذلك واحد على اليمين، واحد على اليسار، واحد على اليسار، واحد على اليمين، وهما كيانين مختلفين، لكن هو كيان واحد مش مختلف، ولكن هما كيانين مختلفين، ولكن هو كيان واحد، مع انهم مختلفين، ولكن هو مش مختلفين، هما كيان واحد مختلفين، ولكن مش مختلفين. They are the same entity, but they're not, but they are, you see. هم نفس الكينونة، لا مش نفس الكينونة، لا هم نفس الكينونة، لا مش نفس الكينونة، لا هم نفس الكينونة، لا مش نفس الكينونة، لا هم نفس الكينونة، لا مختلفين، لا مش مختلفين، لا مختلفين، لا هم مش مختلفين. Now, you see how much it helps when it's made understand. شايفين العملية بقت سهلة طالما فهمتوا المفهوم بقى واضح، العملية سهلة. You have no. أنا وصلت لكم الآن، أنتم ما عندكوش أي حجة الآن. ليس لكم أي حجة أو عذر. You understand like I do how much. أنتم فاهمين الوقت زي ما أنا فاهم إن التثليث واضح. Sentiment. Okay. Now you have no excuse for not being a Christian. ما عندكم أي عذر تبقوا مسيحيين. Alright. Now you know the whole Trinity thing. أنتم تعرفون كل شيء عن التثليث الآن. Go on and convert. Amen. يلا روحوا، روحوا اتنصروا. أمين. الرب معكم. بسم الله الرحمن الرحيم.